ظهر السفينة نحن عدنا ننشد الهولو عدنا للمدينة على ظهر السفينة نحن عدنا ننشد الهولو عدنا للمدينة نعم ها نحن عدنا ننشد الهولو على ظهر السفينة. هذا هو شعارنا، شعار أهل الكويت أميرا وحكومة وشعبا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، أحييكم أطيب تحية. وها هي الكويت أميرا وحكومة وشعبا، سعيدة كل السعادة بهذا التجمع الشبابي في دورة مهمة، دورة كأس الخليج العربي 23. نحن عدنا، نعم شباب الخليج كله عاد إلى أرض الصداقة والسلام. الكويت كلها رحبت وترحب بأبنائهم وإخوانهم لدول الخليج العربي في هذه الدورة التي قامت من أجل الاستمرار. الكويت كلها قد استعدت لهذه الدورة مما شك فيه، كل أجهزة الدولة من أجل إنجاح هذه الدورة. مهمتنا جميعا شعب كامل، ويكفينا شرفا أن أميرنا حفظ الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والكل يعلم هذه الدورة تحت رعايته وحضوره غدا إن شاء الله بإذن الله، تحتفل الكويت بالتجمع الشبابي لدول الخليج المتواجدون هنا في الكويت أرض الصداقة والسلام. ودائما أبناء الكويت والحمد لله يتميزون حقيقة لمثل هذه التجمعات. الاستعدادات كاملة في شتى مجالاتها، كل وزارات الدولة وكل هيئاتها قد استعدت، شباب الكويت كلهم مجندون من أجل إنجاح هذه الدورة. فباسم أهل الكويت أقولها، وباسم شعب الكويت أقول يا هلا ويا مرحبا بكل من حضر لدورة كأس الخليج خليجي 23. يوميا إن شاء الله مشاهد الكرام وعبر القناة الثالثة التلفزيون الرياضية لتلفزيون دولة الكويت برامجنا كثيرة ومتعددة من أجل أيضا إنجاح هذه الدورة، ولقاءاتنا كثيرة أيضا، أيضا مدى استعدادات اللجان والكل مدى استعدادهم لإنجاح هذه الدورة غدا إن شاء الله بإذن الله. عموما عندنا تقرير وبعد ذلك أيضا أتواصل معكم والحديث مع ضيوفنا. يا
حياكم الله مشاهدينا، نرحب نلتقي معاكم اليوم مثل ما تعودنا بتقارير امنيه ومروريه، ولكن تقريرنا اليوم متزامن مع خليجي 23 اللي تستضيفه دولتنا الحبيبه الكويت. طبعا احنا متواجدين حاليا في استاد جابر الدولي، وراح نتعرف على الاجراءات الامنيه والمروريه وكل الاجراءات اللي تهم اخواننا اللي راح يحضرون ان شاء الله الافتتاح وكل المباريات اللي راح تقام على هذا الاستاد. تم عمل خطة من محورين، الخطة المرورية والخطة الأمنية. الخطة المرورية طبعا اللي هي بالضبط طبقت في السابق، ولكن كانت اللي بالسابق فيها بعض السلبيات، تلافينا هذه السلبيات في هذه الخطة. الانتشار دوريات المرور تقريبا مشاركة تقريبا بحدود 300 دورية لتسهيل الدخول والخروج على الجمهور والمواطنين والجمهور الخليجي. كذلك تدري أن الأستاذ جابر محكور ما بين خطين اللي هو الدائري الخامس والدائري السادس. الدائري الخامس اللي هو راح قادم من محمد بن القاسم مع شارع أو طريق حمود الصباح، والدائري السادس اللي هو يصب مباشرة على الأستاذ جابر. طبعا جميع التقاطعات والمصبات الرئيسية عملت لها دراسة كاملة بالتحويلات وبتسهيل الحركة للوصول الجمهور إلى الأستاذ جابر الدولي. أما الخطة الأمنية، الخطة الأمنية أخذت من محورين، محور كذلك اللي هو المواقف والساحات وحماية المواقف وسيارات الجمهور، والجزء الثاني اللي هو حماية الأستاذ جابر الدولي بنطاقين أمنيين، النطاق الأول اللي هو البوابات الخارجية، والنطاق الثاني اللي هو البوابات الداخلية، بحيث أن تأمن وصول وحماية الجمهور أثناء استمرار دورة خليجي 23. نتكلم عن المحظورات. المحظورات طبعا عندنا جزء فيها مثل بطول الماء اللي هي زجاجات البلاستيك، يمكن تسمح اللي هي بدون أغطية، أو الكبايات البلاستيك اللي من خلال البوتات اللي موجودة، كذلك السكاكين، الرينج بوكس، الأشياء الحديدية، القطع الحديدية، الزجاير الإلكترونية ممنوعة بالمرة، الشواحن للبطاريات كذلك ممنوعة، الألعاب النارية الصغيرة كذلك تمنع دخولها. هذه مجموعة ممنوعات وموجودة على أجهزة التواصل الاجتماعي، المحظورات اللي تمنع الجمهور دخولها إلى أستاذ جابر الدولي. نعم، نقول حقيقة كل أهلنا شبابنا وأخواننا، نقول لهم نورتوا الكويت. أكيد نورتوا الكويت، ونحن سعداء حقيقة بتواجدكم معنا في بلدكم الأول وليس الثاني، الكويت. ما في شك مشاهد الكرام، مثل ما قلت لكم وزارة الدولة وهيئاتها كلها على استعداد لإنجاح هذه الدورة غدا إن شاء الله على الأستاذ جابر الدولي. بإذن الله سيكون الافتتاح بحضور ورعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه. بإذن الله شفنا حقيقة التقرير الأمني، وأنا في اعتقادي اللجنة يمكن مرة أقدر، لكن عندما يكون عندنا ضيفا حقيقة عزيزا ونشطا ومسؤول مباشرة تقريبا عن اللجنة الأمنية، فما في شك أكون أنا وأنتم سعداء باسمكم مشاهد الكرام. أرحب بالأخ العزيز وكيل المساعد لشؤون المرور بنابة اللواء فهد شوية. أبو نواف حياك الله ويعطيكم الصحة والعافية لك وكل أفراد وزارة الداخلية. حياك الله مشعل، أنا سعيد أن ألتقي معك وألتقي مع أخوانا المشاهدين،
أنا أعتقد اليوم أبو مشعل إحنا كرجال أمن أكثر ناس سعداء اليوم بالكويت، على رأسهم سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة الفريق الوكيل محمود دوسري، أن إحنا اليوم جميع قطاعات وزارة الداخلية أن نشارك في خليجي 23. هذا وسام على صدرنا وشرف لنا، وإن شاء الله أن اليوم نقدم خطة أمنية مرورية متكاملة لتسهيل وتسهيل الحركة المرورية أو الأمنية للاحتفالية هذه وبطولة خليج 23. أنا أعتقد بنواف يمكن منذ أن أعلن عن يعني إقامة هذه الدورة بدأت أعتقد بتشكيل طبعًا اللجان والخطط والاستراتيجية، نتحدث عن هذا الجانب. هي موجودة إنعم. إحنا يعني بكل أمانة لو كانت البطولة بعد يومين أو ثلاثة أيام الخطة جاهزة. نعم. وإحنا لنا تجارب يعني خاصة باستاذ جابر واستاذ نادي الكويت، يمكن تتذكر مشعل استاذ نادي الكويت من بطولة 16 أعتقد ب 2003. نعم. كنا أنا يعني كنت أنا موجود وكان اللواء جمال موجود، كل اللي يعني تقريبا أغلبنا القيادات كانوا موجودة. استاذ جابر العام كان يعني مناسبة لنا إحنا نتلافى أخطائنا، والحمد لله اليوم كل الأخطاء اللي كانت في افتتاحية استاذ جابر اليوم تلاشيناها وتلافيناها، وإن شاء الله إحنا نوعد اليوم هذه البطولة الناس كلها بالنسبة حق رجال الأمن راح يستمتعون بالتنظيم. الكل اللي حضر الافتتاح أو المباريات راح يستمتع في التنظيم اللي راح تقوم فيه وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها. ما في شك بنواف بارك، أنا عارف طبعا عملية الفنادق، عملية الملاعب بالتدريب، عملية استاد جابر واستاد نادي الكويت اللي تقام عليه المباريات، ولكن هناك ايضا اماكن اخرى. ايضا اللجنه الامنيه مسؤوله عن تسهيلها منذ المطار. انا اعتقد طبعا احنا يعني بالمطار بالمنافذ البريه حاليا عندنا السالمي ونويصيب والعبدلي، يعني سواء كان حضور الجماهير الخليجيه في اذا كانت عن طريق الباصات في تنقل نقل جماعي بالإضافة في دوريات موجودة تنقل الباصات المشجعين من المنافذ إلى الملعب مباشرة، كذلك باصات اللاعبين في مرافقة أمنية، كذلك تأمين تدريب الملعب تدريب في اللي يقوم فيه التدريب. فكل هذه بالنسبة حق الفنادق كل هذه تواجد في رجال الأمن لحفظ الأمن. لو أفهد شوية الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة، لو أردت مثلا أعرف عدد رجال الأمن المكلفين هنا لهذه الدورة، يعني بين 5000 إلى 6000 رجل أمن. 5000 إلى 6000 رجل أمن، يعني بمشعل البطولة 14 يوم. نعم. زين، ومو مكان محدد واحد مثل ما قلنا احنا، انت راح تأمن استاذ جابر. استاذ جابر لو تعرف شنو التأمين اللي حاصل، يعني اللي جميع احنا نتكلم عن جميع قطاعات وزارة الداخلية، لو اذكرها يمكن راح اخذ حلقة كاملة. نعم. يعني حتى لو وصلنا حتى الاستعانة بطلبة الضباط، بالإضافة إلى عندك تقريبا 6 فرق راح تتدرب على ممكن على فترتين، مضطر انك تأمن الفنادق تأمينها 24 ساعة، تنقلات احنا لا تنسى اليوم عندنا ضيوف عزيزين علينا، كذلك مرافقة الباصات المشجعين، فهذه كلها وضعت بالحسبان وضعت كخطة أمنية مرورية. فمن كذي العدد ممكن يمكن أتكلم لك يمكن يكون زيادة بعد مشعل، ولكن الحمد لله إحنا اليوم يهمنا كرجال أمن أن اليوم نشوف الابتسامة على المواطن وعلى المقيم وعلى أي خليجي وأشقائنا الخليجيين اللي حضرون إن شاء الله، سواء كانوا مشجعين سواء كانوا ضيوف سواء كانوا إعلاميين، راح يلقون الابتسامة من رجل الأمن. يعني أول شيء الابتسام اللي راح يلقونه هذه سبقت فيها لواء فهد شوية
عن هذه العملية تعامل رجل الأمن مع الجماهير. وإحنا دائما تعرف الجماهير مستويات في الثقافة في العلم في المعرفة في كل هذه الأمور، فبالتالي هذه النقطة اللي تفضلت فيها ودي ناخذ نشرح فيها شوي. هذه اليوم اليوم إحنا كان عندنا سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، سعادة الفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية، كان في اجتماع اليوم حضر معالي إلى الأستاذ جابر واجتمع مع القيادات كلها، يمكن أخذ عطينا يمكن التصور ولكن وصلنا على التعامل مع الجماهير سواء كان فايز أو خسران. ففعلا اليوم احنا مثل ما اقول لك مشعل لدينا الخبره ان نتعامل، يعني الحمد لله، يعني فعلا النشاط واقف صار له سنتين، ولكن يمكن الافتتاحيه مثل ما اقول كانت افتتاحيه الاستاذ جابر احتفاليه، ولكن يمكن نهائي كسيدي سمو امير البلاد وكسيدي سمو العهد وكذلك مباريات الدوري في يعني كان في احتكاك مباشر ما بين اللاعبين ورجال الامن، ولكن يعني راح مثل ما قلت لك سواء الجمهور او حتى اللاعبين او حتى المسؤولين على الفرق راح يلقون الابتسامه موجوده في رجل يمكن لواء فهد شوي مثل ما تفضلت فيما سبق من اقامه بعض المباريات او افتتاح استاد جابر سابقا، ربما تختلف الان كليه عن عمليه افتتاح الدوره في استاد جابر غدا ان شاء الله باذن الله. لو اردنا نتحدث عن غدا ان شاء الله باذن الله، احنا غدا اي تفضل مشعل وعمليه دخول الجماهير وكل هذا، يا ريت مثلا بالتفصيل لو تكرمت ان شاء الله. مشعل احنا اول شيء المباراه مجانيه نعم، وبحضور سيدي سمو امير البلاد وسيدي سمو العهد. احنا ما حد متوقع كم عدد الجمهور الملعب اعتقد يشيل 67,000 نعم، احنا اليوم وفرنا بحدود تقريبا 37,000 موقف. 37,000 موقف. 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 زين. ولكن تدري أنت اليوم مش على الكل بسيارة، مو مثل أوروبا النقل الجماعي. ولكن إحنا تقريباً كمرور. اليوم أنا يهمني إنسابية الحركة المرورية. نعم. أنا يهمني إني أنا اليوم أوصلك في أسرع وقت إلى الاستاد وأوفر لك الموقف. هذا كله درسناه. وفرنا المواقف، وفرنا إنسابية الحركة المرورية سواء بدخول وحضور الجماهير وسواء بانصراف وخروج الجماهير. هذه خطة متكاملة اليوم علشان أنت تحقق هذه الإنسابية. يمكن إحنا توزيعنا وتواجدنا بالمنطقة المحيطة الطرق الرئيسية مثل طريق الدائري الخامس، يعني توزيعنا نستقبل ونتعامل مع التقاطعات مع الطريق من الدائري الخامس للدائري السادس طريق بلقاسم. يمكن احنا في خريطة موجودة اذا عرضت يعني نشوف الصور اذا ممكن. اي نعم هذه ابو نواف تفضل. اي نعم لا اللي قبلها بعد في خريطة ثانية اللي قبلها هذه البوابات. اي نعم مشعل هذه نعم. انا بس ابي من اخواننا المشاهدين والجمهور اللي بيحضر ان شاء الله نعم. الى الاستاد ما عليك بس لك انك انت تتوجه في كل رجال المرور الموجودين عندهم تعليمات. انت تبي يعني في مواقف موجوده، انت اول ما توصل قبل لا توصل الملعب راح في رجل الامن راح يوجهك للموقف اللي انت تبيه مثل ما قلت لك. نشرح المواقف ونوقف اذا شوف يعني مواقف عندنا مواقف كلية التطبيقي نعم كلية الدراسات، هذه تقريبا قريبه من الاستاد نعم. وهذه تقريبا تشيل 19,000 موقف، وهذا احنا نتمنى تكون حق العوائل نعم. واحنا راح احنا خصصناها العوائل لان قريبه من الاستاد نعم. هذه مشي تقدر توصل حق الاستاد. الموقف في موقف تقريبا يشيل 8,000 سيارة اللي هو قبال المنصة الرئيسية اللي ما بين الاستاد وما بين مستشفى الفروانية نعم. هذا يشيل 8,000 هذا لكن شوية بعيد. هذا خصصنا تقريبا مع اللجنة المنظمة 85 باص
85 باص ينقل نقل جماعي. نعم. ينقل الجماهير من المواقف هذه الى الاستاد بالدخول والانصراف. بالدخول والانصراف. نعم. اي نعم. فاحنا بس شنو اللي نتمنى؟ نتمنى ان يتعاونون معنا اخوان الجماهير، وهذا شيء مو جديد. نعم. الجماهير يعني الاحتفاليه اللي صارت في استاد جابر كان جدا متعاونين ويانا، والمواقف مثل ما قلت لك في مواقف تقدر توصل لها الراجله، يعني تنتقل يمكن تخطر لك يمكن 200 متر وانت تدخل داخل الاستاد، وفي مواقف بعيده شوي اللي هي ما بين المنصه الرئيسيه ومستشفى الفروانيه، هذه فيها راح يكون نقل جماعي، وفرنا 85 باص. احنا نتمنى اليوم يعني، واحنا راح نوجه الشباب يعني، الشباب لا يزعلون انه والله وديتونا حق المواقف اللي بعيده مضطرين يعني، لان انت عارف مش على، انا اعتقد اليوم هي مناسبه واحتفاليه، والكويت تحب الوناء يعني السعاده وتحب الاحتفاليات، وانا بحد يزعل، لا الكل يفرح، لا الكل يفرح. احنا وانت تعرف ان اليوم الحضور مجاني، احنا لحد الان ما حد متوقع العدد اللي راح وفوق المجاني ونواف. إيه؟ هناك ايضا في سحب اعتقد على الجوائز اللي موجود، هذه يمكن اللجنه انا اقصد يعني عمليه هذه وكانها دعوه ايضا للحضور الجماهير المكثف. ابو مشعل انت تذكرنا اذا انت معانا ب 2003. نعم. عدل ما عدل. صحيح. وكانت فقط احتفاليه، ما كان فيها مباراه. صحيح. خلال ساعه ونص كان استاد نادي الكويت يمكن يشيل 20,000. نعم. خلال ساعه ونص سكر الملعب، سكر الملعب حقيقه هذا. نعم. عدل. فاحنا نتوقع احنا خطتنا جاهزه يعني ويسمحوا لنا الجماهير يعني راح يكون في تواصل ما بين الاعلام، العلاقات الاعلام الامني عندنا، اذا حسينا ان فعلا الملعب انترس فراح نعلن ان ترى يا جماعه احنا ما احنا عارفين، احنا البوابات بنفتحها من الساعه واحدة. من الساعه واحدة. من الساعه واحدة. احنا تواجدنا كرجال امن من الساعه 10 الصبح الكل متواجد، كل قطاعات وزاره الداخليه راح تكون موجوده من الساعه 10 الصبح، البوابات راح تفتح الساعه واحدة. يعني في مجال للخمس ونص تقريبا، خمس ساعات ونص، ولكن انت ما تدري بمشعل متى يمتلي الملعب. صح. عدل او عدل، وانت عندك حد معين يعني، ما ممكن بعد ساعتين يمتلي الملعب. صح. فاحنا نتمنى يعني انه يعني هذه البوابات عفوا هذه البوابات. اي نعم. هذا في بوابات يعني. كم بوابه ابو نواف؟ 11 بوابه. 11 بوابه وواضحه. نعم. انت لما تحضر يعني تقريبا عندنا ثلاثه واربعه، أربعة حق الجمهور السعودي. نعم. هم بالباصات إذا أحد سواء كان بسيارته أو بالباصات راح على طول يتوجه لبوابة رقم أربعة. نعم. باقي البوابات خمسة ستة سبعة ثمانية حق الشباب، وتسعة حق العوائل. نعم. وطبعا الأولى هذه حق الوفود والمواكب الرسمية. وبعد حتى بس أنوه بالنسبة حق الدعوات اللي عندهم دعوات الكبار المدعوين. نعم. مدخلهم الحين أنشئ مدخل على الدار السادس، من الدار السادس على طول إلى البوابة رقم واحد. هذا اللي أصحاب الدعوات. الدعوات المدعو الكبار الشخصيات. نعم. أما المدعوين راح تكون بوابة رقم اثنين يوقفون. إحنا عملنا في مقابل المنصة الرئيسية في مواقف خاصة لهم ينتقلون، هذه قريبة على البوابة رقم اثنين. مناف طبعا انتم محددين مع الاخوان ايضا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المنظمة، حددتوا بوابة رقم اربعة للجمهور السعودي على اعتبار هو المتوقع يكون هناك حضور مكثف بالنسبة للجمهور. طبعا السعودي. طبعا في تقريبا هو 6,000 مشجع من حقهم ان يدخلون مع الجمهور السعودي. حددت. نعم. حددت اللجنه. نعم. 6,000. اي نعم. هذه بقيه. اي نعم. فنتمنى احنا تدري مشعل ما حد متوقع كم العدد راح يحضر. هذا يعني احنا مو متخوفين، بالعكس يعني احنا مستعدين. نعم. ولكن الملعب في سعه محدوده له. هذه النقطه مهمه تفضلت. نعم. لواء فهد، ان
وصلت انت الى العدد هني انا بي مثلا واسرتي وانا جاي متاخر ومش عارف زين كيفية التعامل مع هؤلاء الناس سواء شباب او اسر او ما بالعكس يعني. ناس راح تتفهم ومشعل وراح تتعاون مع رجال الامن واعتقد احنا خطتنا كذلك المروريه ممكن احنا قلنا ما راح نغلق الطرق ولا راح نغلقها نهائيا ولكن انت مضطر اذا 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 امتلى الملعب انت تسيطر على بعد تقريبا خطتنا على بعد كيلو من الاستاد عشان ما يكون في اختناق مروري زين وانت تبلغ من المداخل زين راح نبلغ الجميع بالاضافه الى عن طريق الاعلام التلفزيون والاذاعه والتواصل الاجتماعي يا اخوان ترى اليوم الملعب امتلأ وهذه نقطه جدا مهمه ابو مشعل لان فعلا بطوله ومباراه الكويت والسعوديه نعم عدل ام عدل لها ديربي يعني احنا نعم. احنا الكل يستمتع عدل ام عدل في صحيح. مباراه الكويت والسعوديه فالحضور الجماهيري احنا متوقعينه يعني كبير يعني الدائر السادس بالنواف احنا عارفين وانت اعلم من عندنا في ذلك معروف انك كثير تمر في الشاحنات صح هل بالفتره هذه مثلا تمنع مثلا لا. شوف مشعل احنا درسناها ايه؟ يمكن اذا منعنا الشاحنات راح يتاثر علينا الشارع ادله ما راح يتاثر ياثر الشارع احنا من الاسبوع اللي طاف يمكن قاعد ندرس كم عدد الشاحنات يوم الجمعة تمر في الفترة نعم. هذه لقيناها قليلة يعني مو مثل الأيام العادية أساس أنها إجازة إجازة أي نعم هي فترة إن ساعدنا إن إجازة ولكن أنت لما اليوم تمنع الشاحنة وتدري منافذ ومداخل ومخارج دار السادس كثيرة نعم. يعني محتاج قوة إضافية زين ولما تحول الشاحنات وين راح تحولها راح يمكن يربك لك شارع ثاني عدل أو معدل ويمكن يأثر على ولكن إحنا مثل ما قلت لك مشعل ما عندنا تحويلات ما عندنا أغلاق لما أنت تعطي الشارع راحته زين راح يساعدك الشارع بس لما تقلقه ولما تحول راح تتعرقل الحركة إحنا بس مثل ما قلت لك مدخل رئيسي واحد فقط اللي هو حق كبار المدعوين حق المواكب الرسمية هو المقلق فقط بس واما باقي الطرق كلها احنا وضعنا تقريبا عندنا ثمان تقاطعات راح يكونون عليهم فنيين بالتواجد بالتقاطعات بالاضافه للرقابه اللي عندنا بغرفه العمليات الخطه ابو مشعل ان اليوم عشان انت تتامن وتكون الحركه الانسيابيه المروريه صح منعنا اي سياره توقف بالطريق كل سيارة توقف بالطريق ما اعتقد في مجال لان احنا نعم. كل 500 متر دورية نعم شنو الغرض منه يمكن انت حضرت نهائي كاس الاتحاد نعم عدل او عدل نعم. يعني ما كان التنظيم اللي كنا تمنيناه ولكن فعلا الجماهير طلعت وصلت متأخرة باص نادي القادسة وصل متأخر خروج الجماهير تأخرت ولكن الحمد لله لما جينا حق احتفالية افتتاح استاد جابر الوضع وايد تغير لأن وضعنا مثل ما قلت لك حتى السلبيات اللي في احتفالية استاد جابر اليوم احنا تلافيناها وان شاء الله ان يعني تكون الخطة المرورية بتعاون ومساعدة اخواننا الجماهير ان تكون ناجحة إن شاء الله الرسالة الأمنية أبو نواف ستستمر إن شاء الله طبعا طول الدورة وشن هي الوسائل هل إذاعة التلفزيون ولا أيضا حتى التواصل الاجتماعي احنا أبو مشعل يمكن إدارة الإعلام الأمني نشطة يعني بتوصيل المعلومة نعم. للمواطن أو المقيم في لجنة خاصة برئاسة العميد عادل حشاش راح ترسل رسائل يومية إرشادات أو حتى إن الرسائل إحنا النصية اللي موجودة تشوفها بالطرق على الطرق السريعة هذه راح أول شيء ترحب في أشقائنا وحبائنا الخليج وكذلك راح تتوجه
يعني إذا إذا ممكن نحط موعد المباريات ونحط يعني توجيهات والمحاذير اللي إحنا أعلننا عنها وأنت جاي بالملعب ممكن تكون ناسي ولا تقراها، فبالإضافة للتواصل الاجتماعي بالإضافة للتلفزيون والإذاعة في يعني تواصل ما بين أكيد جهاز التلفزيون والإذاعة متعاونين يعني كل أمانة يعني 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 هذا شيء مو غريب. نعم اليوم وزارة الداخلية ما تعمل بروحها ولا وزارة الإعلام قاعد تعمل بروحها، يمكن كل أنت قلت كلمة مشعل كل جهات وزارات الدولة كلها خلية نحل. نعم. فعلا لما تروح استاد جابر شوف خلية نحل. لو بوجه لواء شوية رسالة لجماهيرنا و من سيحضر غدا إن شاء الله حياهم الله، شو تقول له؟ أنا قاعد أقول لكم مشعل وأقول لهم الكل مثل ما راح تستمتعون في الافتتاح وتستمتعون إن شاء الله في المباراة راح تستمتعون في تنظيم وزارة الداخلية، والتنظيم جاهز والتعاون مو شيء قريب على جماهير الكويت، وإن شاء الله التعاون اللي ما بيننا راح مثل ما الاحتفالية اللي راح نستمتع فيها راح تستمتعون في تنظيم وزارة الداخلية إن شاء الله بإذن الله. وفي اعتقادي بل ربما أكون إن شاء الله متأكدا ستكون الابتسامة ترى على شفاه كل رجال الأمن والمنظمين بإذن الله، ليس غدا في الافتتاح لكن أعتقد على مدار الأسبوعين اللي تقام فيهم دورة كأس الخليج، وهذه أعتقد ديدا أهل الكويت سواء رجال أمن أو مواطنين أو مسؤولين، هذا هو شعارنا بإذن الله، شعار جميع أهل الكويت إنجاح هذه الدورة، ونقول لأهلنا وإخواننا المشاركين في هذه الدورة حياكم الله، الكويت بلدكم وساعة المباركة، والنجاح هو هدف الجميع إن شاء الله. لواء فهد شوية وكيل وزارة مساعد لشؤون الأمور بالإنابة، بارك الله فيك أبو نواف، أنت وكل أفراد حقيقة قطاع وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد خالد الجراح والفريق أيضا محمود دوسري وكيل وزارة الداخلية وكل رجال الأمن، أقول لكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والعافية، وهذا أملنا دائما فيكم دائما وأبدا يا أبناء الكويت، وإحنا قدها إن شاء الله يا أبو مشعل، بارك الله فيك إن شاء الله. إذا مشاهد الكرام كلمة شكر وتقدير لضيفنا الكريم اللواء فهد شوية وكيل وزارة الداخلية المساعد بالإنابة لشؤون المرور، وكان الحديث حقيقة عن اللجنة الأمنية واستعدادات وزارة الداخلية للافتتاح غدا إن شاء الله بالأستاذ جابر الدولي. باسمكم أقول لهم مشكورين وبارك الله فيكم، وإحنا مستمرين معكم أيضا مشاهد الكرام من خلال هذا البرنامج. استقبلت الكويت الوفود المشاركة في خليجي 23، حيث أعرب الجهاز الفني والإداري للمنتخبات عن الجاهزية التامة للبطولة ومدى أهمية البطولة لكافة الفرق، والذي يعكس عمق العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الدول المشاركة. احنا نسجل أجمل هدف قبل ما تبدأ البطولة بتواجدنا في بلد شقيق مثل الكويت، ونشاركهم فرحتهم اللي فرحت الجميع برفع الإيقاف، وبإذن الله يكونون الكويت في مكانهم الطبيعي على المستوى الرياضي. التشكيلة جاهزة، العناصر موجودة، الجاهز التدريبي، الظروف كانت استثنائية على الجميع، لكن تعودنا في مثل هذه البطولات أن ما نشتكي، والحظوظ متساوية بين الجميع. الجميع جاهزين ومتواجدين، الجميع يعلم استحقاقات المنتخب السعودي في تحضير مسبق قبل اعتماد البطولة في الكويت بالنسبة لتحضيرات كأس العالم، لكن متواجدين معنا شباب نثق فيهم، 6 منهم في المنتخب الأول، لذلك احنا ننظر أن المنتخب السعودي الأول هو المتواجد. والله شوفوا هي الحظوظ، يعني احنا جايين مش للمشاركه، المنتخب العماني ان شاء الله بيكون له حضور ان شاء الله في هذه البطوله. هو المنتخب العماني الحين في خليط من الشباب وهذا، يعني بناء فريق جديد، لكن ان شاء الله راح يفاجئكم المنتخب العماني. كاس الخليج يمكن بطوله غاليه على قلوب كل الخليجيين،
جايين بين أهلنا وعند ناسنا وديرتنا موجودة. يمكن الكل عارف الفترة القصيرة اللي تم إعلان قامت البطولة فيها، ولكن الكل لبى هذه الدعوة وتواجد الفرق هذه في العرس الخليجي. أتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى في نهاية المطاف وفي الأساس اللي هي نجاح البطولة بإذن الله. مثل عندنا نحن في تغيير كان في المدرب، تغيير في اللعيبة، تغيير اللي موجود كثير، ولكن الكل أكد حضوره أنها مثل ما قلت لك حساسية المباريات هذه، ويمكن روحها مثل مباريات الديربي وغيرها من هالقبيل. فأتوقع أيا كان راح تكون مباريات جميلة وكبيرة بإذن الله. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام ولقاءات حقيقة مع ضيوفنا الكرام والمسؤولين حقيقة عن تنظيم هذه الدورة وكذلك ضيوف الكويت. حامد شيباني عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية بخليجي 23، نقول له طبعا حامد شيباني ليس غريبا علي يعني، وليس غريبا يمكن عليكم، لاعب سابق بنادي الكويت، أقول لاعب سابق، أما الآن فهو رئيس اللجنة الفنية بخليجي 23. حامد شيباني حياك الله ويعطيكم الصحة والعافية وجهودكم طيبة إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله للجميع النجاح والتوفيق يا ربي. حامد حياك الله. أول شيء مسي عليك أخوي أبو مشعل، مسي على أخواننا المستمعين، وكلي فخر بتواجدي معك صراحة، أسعدتني بتواجدي معك اليوم، والكلمة الطيبة اللي قلتها نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. ما في شك أخوي حامد، شكت لجان من خلال الاتحاد الكويتي لكرة القدم استعدادا لإقامة خليجي 23، والكل يعمل بجد ونشاط. حضرتك أنت رئيس اللجنة الفنية، ما هو دور هذه اللجنة الفنية؟ كم عدد أفرادها؟ بالنسبة للجنة الفنية طبعا هي اللجنة الرئيسية لدورة كأس الخليجي 23، يعتبر نفس لجنة المسابقات في الاتحادات المحلية، توزيع الملاعب بالإضافة إلى الجداول بالإضافة إلى الاحتجاجات، النظر في التقارير، يعني كل الأمور اللي تخص المباريات دورة كأس الخليج راح تكون عندنا في اللجنة الفنية لتقديم أي شيء ميسر لإخواننا في المنتخبات الوطنية المتواجدة. بالنسبة للجنة الفنية تتكون من رئيس اللي من دولة منظمة، بالإضافة إلى 7 أعضاء من كل دولة، أمين عام من كل دولة، بالإضافة إلى ممثل من لجنة الحكام المتواجدة في الدورة اللي يرأسها أخونا خالد الشمري أبو فيصل، بالإضافة إلى ممثل من الاتحاد الكويتي اللي هو أخونا عضو مجلس الإدارة فهد الهملان. 10 أعضاء. تفضلت وقلت ايضا ان تتكون من يعني في اعضاء من الوفود المشاركه في هذا. اي نعم كل دوله تشارك، كل دوله يعني لها عضو، هم 7 بالاضافه الى دوله المنظمه 8، بالاضافه الى عضو من لجنه الحكام المتواجده في الدوره اللي راسها اخونا خالد الشمري، بالاضافه الى ممثل من الاتحاد الكويتي اخونا فهد الهملان عضو مجلس اداره الاتحاد الكويتي لكره القدم. هل دورها فقط في موضوع توزيع الجداول وغير، ولا لها ادوار ايضا مهمه اثناء الدوره اخوي حامد؟ انا اقول لك الاهم بالامور. نعم. كلها اللي هي تنظيم الجداول المباريات، النظر في الاحتجاجات، اعتماد النتائج، الغرامات والجزاءات الماليه اللي نتمنى ان ما تقع على اي منتخب، بالنسبه للعقوبات على الفرق واللاعبين، كلها تخص اللجنه الفنيه، كلها الامور تخص اللجنه الفنيه.
طيب هل ورد لكم شيء كلجنة فنية الآن من الوفود المشاركة أو الفرق المشاركة طلبات معينة؟ ما نقول احتجاجات، لا، طلبات مثلا استفسارات أو ما شابه. أول شيء احنا مكانكم هذا نقدم لهم جزيل الشكر للأمانة، متعاونين ومقدرين وضعنا ومقدرين المدة القصيرة اللي احنا قاعد ننجز فيها هذا العمل. بفضل الله سبحانه وتعالى أنجزنا كثير من الأعمال بخصوص ملاعب التدريبات، بخصوص تنظيم الجدول، بخصوص التايمينج اللي بين المباراة والمباراة، بخصوص الملاعب اللي متوفرة للتدريبات وجهوزيتها في توفير المرافقين للوفود، توفير الخدمات لجميع الوفود بلا استثناء. اليوم اجتماعنا، احنا اجتماعنا الفني اللي هو قبل البطولة لاعتماد ملابس الفرق، والحمد لله كانت الأجواء حبية للأمانة، كان منظر جميل في تواجد إخواننا الأشقاء اللي لهدف البطولة كأس الخليج أو دورة الخليج اللي عرفناها أبو مشعل، مثل ما أنت عارف، أنت معاصرها قبلي في أيام سابقة، لم الشمل، نعم، والتواجد والتصاريح الإعلامية المهمة في هذه الدورة اللي تكون في الحد المعقول من ناحية فوز وتنافس اللي صراحة افتقدناها. وبالنسبة إحنا كدولة الكويت للأمانة بعد سنتين فرحانين جدا في تواجد جميع الأشقاء في دولة الكويت، صراحة عادوا لنا الروح في تواجدهم معنا في دولة الكويت، وكذلك عودة أزرقنا اللي للأمانة مستعدنا وفرحنا تواجد الجماهير الرياضية، الأسئلة، الحضور الجماهير في التدريبات، فهذه كل الأمور إن شاء الله راح تعكس انطباع جيد في نجاح البطولة مستقبلا إن شاء الله. باخذ تفضلت حامد رئيس اللجنة الفنية بخليج 23، موضوع توزيع الملاعب في التدريبات أو ما شابه، ناخذ فكرة عنها إذا سمحت لنا. احنا طبعا المدة قصيرة كانت، وكان عندنا خطة مع اخواننا في الهيئة العامة للشباب الرياضة بقيادة الشيخ حمود المبارك وسالم المسي عليه بالخير، ان في فترات تكون فيها الملاعب 4 ملاعب على كل فترة من شهر 10 الى شهر 2، في 4 ملاعب جاهزة للتدريب البذرة الشتوية، احنا كنا مخططين حق مباريات الموسم، لكن بعد كأس الخليج صار عندنا بعض الضغوطات، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل جهود اخواننا في الهيئة العامة وكذلك اللجنة المنظمة العليا قدرنا نتجاوز هالأمور، وفرنا تقريبا 4 أندية بالإضافة إلى الملعب احتياطي يكون متواجد في ستاند باي لأي ظرف. عندنا ملعب نادي الشباب، عندنا ملعب نادي كاظمة، مبارك العيار في الجهرة، وعندنا استاذ علي صباح سالم اللي هو نادي النصر، بالإضافة إلى نادي خيطان اللي يكون احتياطي الأول، والإضافة إلى ملعب نادي اليرموك اللي متخصص لتدريبات منتخبنا الوطني. أما المباريات الرسمية راح تقام مجموعة دولة الكويت المجموعة ألف راح تقام إن شاء الله على استاد جابر الدولي، ومجموعة باء اللي فيها المنتخبات قطر واليمن والعراق والبحرين راح تخصص مبارياتهم في استاد نادي الكويت. كل الاستعدادات، كل الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى منجزة وجاهزين لانطلاقة البطولة، اللي نتمنى أن مثل ما قلت أنا أن تلم الشمل ونرجع في 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 نقاط نهدف لها الأمانة، وإن شاء الله راح نوصل للنبي إن شاء الله في من خلال هذه البطولة إن شاء الله بإذن الله. تفضلت وقلت 4 ملاعب، المعروف أنها طبعاً 8 فرق مشاركة في هذه الدورة، هل معناتها يعني ما في الملاعب الأخرى للأندية الأخرى غير جاهزة مثل أرضيتها مثلاً أو شابه؟ أو احنا اخترنا الأفضل 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 ومشعل بالنسبة للملاعب، تدري أنت بطولة الخليج مدتها قصيرة، فأي ملعب ما يكون يعني أرضيته مناسبة للفرق احتمال تحدث عنده إصابات ما إصابات، بفضل الله قدرنا نختار من افضل ارضيات الملاعب، ونشكر اخواننا في الانديه خاصه في نادي النصر وفي نادي كاظمه وفي نادي الشباب وفي نادي الجهره على تعاونهم وتلبيتهم وتواجدهم وتوفير كل سبل الراحه لاخواننا اللي تواجدوا معاهم في الملاعب، فهذا شكر جزيل لهم الامانه. لبوا النداء من اول ما طلبنا منهم ملاعبهم، الملاعب والانديه كلها مفتوحه لاخواننا المتواجدين، تواجد اعضاء مجلس اداره، تواجد اللجان المنظمة داخل النادي، فهذا شيء يعني ساعدنا في كثير من الأمور وأفرحنا للأمانة. يعني هذا هذا التعاون الكويتي اللي معروف، ويعني حتى دول الخليج يعني يعطيكم العافية، خلال مدة قصيرة جدا قدرتوا تتجاوزون أمور كثيرة، والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قاعد أقول لك الأمور كلها ميسرة، كلها جاهزة إن شاء الله لانطلاقت كأس الخليج إن شاء الله. أخي حامد، أنت رئيس اللجنة الفنية، لكن في لجان أخرى شكلت بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، نأخذ فكرة عن هذه اللجان، وهل اجتماعاتكم أنتم كاتحاد
مستمرة أثناء الدورة؟ الاتحاد الكويتي غير الكاس الخليج ولا تبي كاس الخليج؟ خليج. كاس الخليج عندنا لجنة الحكام اللي ترأسها اللي تواجد فيها أخونا خالد الشمري، بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية اللي ترأسها أخونا سطام السهلي، بالإضافة إلى اللجنة الفنية، وعندنا لجنة نظام الملاعب ترأسها أنا والدكتور إبراهيم علي. اللجان اللي شكلناها باقي اللجان ولجنة العلاقات العامة اللي ترأسها الأستاذ حمزة الشطي، والحمد لله أمورنا كلها جاهزة على أكمل وجه. هل لكم أنتم كمجلس إدارة الاتحاد أيضا هل لكم اجتماعات وغيره، ولا فقط هي اللجان العاملة وانتهى الموضوع خلاص انتهيتوا بالنسبة لهذا؟ احنا كل لجنة، اللجنة الفنية هي المسؤولة عن كل اللجان المتواجدة حاليا، لجنة الحكام أو اللجنة الإعلامية أو لجنة النظام. بالنسبة للأمور اللي تخص اللجنة الفنية واجتماعاتهم، نطلب ممثل من الاتحاد من اللجنة المنظمة اللي هي لجنة الحكام اللي متواجدة، نطلب منهم شخص يتواجد معنا في اجتماعاتنا الفنية، بالإضافة إلى الممثل الاتحاد، بالإضافة إلى أي شخص رئيس لجنة إعلامية أو من ينوب عنه. إذا بغينا الأمر نستدعي أحد من اللجنة الإعلامية، يحق لنا في اللائحة نستدعي أي شخص في اللجنة الإعلامية. طبعا ما يحق لهم التصويت باستثناء الثمانية المتواجدين اللي هم الأعضاء الدول الثمانية. نعم، إذا سمحت لي عندنا تقرير بس نشاهد أولا إذا سمحت مخرجنا حبيب ونواف. شوف التقرير. في زيارة لأستاذ جابر الدولي للاستعداد النهائي والختامي لبروفات حفل افتتاح بطولة الخليج 23 لكرة القدم، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 22 من ديسمبر 2017 وحتى 5 من يناير 2018 على استاذ جابر الدولي. احنا سعيدين جدا بنشوف شراكة حقيقية من كافة الجهات المعنية بتنظيم دورة الخليج 23، واحنا في الهيئة العامة للشباب احنا جزء من هذه الشراكة الحقيقية لتقديم ان شاء الله دورة مميزة تعزز الوحدة الخليجية واللعبة الرياضية المفضلة لدى جميع دول العالم بكرة القدم. بإذن الله بهذه الجهود بمشاركة شبابنا نشوف راح نشوف تنظيم مميز رائع ان شاء الله، وافتتاح يليق بدولة الكويت ان تستضيف دول مجلس التعاون، وباذن الله راح نشوف بطولة مميزة كالعادة. وكان للدور الأمني في البطولة مهم لتسهيل حركة دخول الجمهور في الأماكن المخصصة والتصريح للعاملين في البطولة من جميع الجهات سواء كانت حكومية أو أفراد. تم تشكيل لجنة أمنية خاصة في تنظيم وتأمين البطولة، تشكلت منها عدة قيادات وعدة وحدات. قيادتنا قيادة العمليات، وأنا أمثل وحدة التصاريح الأمنية كوحدة تابعة لقيادة العمليات خاصة في إصدار التصاريح الأمنية. فالتصريح الأمني الخاص بالبطولة يتم إصداره عن طريق وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة، الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وباقي الجهات المنسقة والمنظمة لهذه البطولة. أتكلم عن البطاقة لها عدة أماكن، زون A و B و C و D و E و F و G، كل حرف يمثل جهة يسمح له الدخول فيها، يعني كل حرف يسمح لحامل الدخول في المنطقة المحددة لهذا الحرف. مثال الـ A جميع الأماكن، الـ B المدرجات، C أرضية الملعب، الـ D المقصورة، الـ E مقار السكن، قاعة المؤتمرات، الـ G خارج الملعب. وتم توزيع هذه البطاقات على حسب الابليكيشنات اللي تم اعتمادها من معتمدين الطلبات على حسب الجهة المشاركة في هذه البطولة.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، وهي السعودية والإمارات والبحرين والعراق وقطر واليمن وعمان، ومستضيف البطولة الكويت أرض الصداقة والسلام. الاستعدادات قائمة وجارية للجنة المنظمة العليا والجهات العاملة لاستضافة وانطلاقة وافتتاح بطولة كأس الخليج 23 لكرة القدم. سالم أنس من استاد جابر الدولي. شباني رئيس اللجنة الفنية بخليجي 23 عضو اتحاد الكويت لكرة القدم واللاعب السابق، لكن أنا بطلع شوية أقول طبعا نورت الكويت، ونتمنى حقيقة إن شاء الله تكون دورة مميزة، وكعادة أهل الكويت يتميزون إن شاء الله بالتنظيم، وكذلك أيضا إخواننا ضيوفنا وأهلنا أبناء الخليج العربي. بطلع شوية عن اللجنة الفنية، بأخذك أنت كلاعب سابق عن منتخبنا الوطني. والله منتخبنا استعداد جيد للأمانة، يعني الروح المعنوية اللي التمسناها أمس الليل كنت عندهم بالفندق للأمانة روح معنوية عالية، ومثل ما يقولون هم احنا مشتاقين لجماهيرنا الرياضية للأمانة جميع اللاعبين، فأتوقع إن شاء الله من إخواننا اللاعبين متأملين منهم في خير، احنا ما راح نطالبهم في أي شيء. بالنسبة لي أنا كشخصية أتكلم، تواجد الفريق الزرقاء وترديد النشيد الوطني في استاد جابر هذا بحد ذاته بعتبر بالنسبة لي أنا بطولة، يعني الحمد لله فضل الله بعد رفع الإيقاف شفنا الفرحة وشفنا هالروح اللي عادت لجماهيرنا الرياضية وعادت لرياضتنا كلنا، احنا كنا صراحة بالأمانة يعني كنا مبتعدين ابتعاد كلي عن مجالنا الرياضي، لكن حاليا للأمانة الأمور طيبة وإن شاء الله زرقنا راح يفرحنا إن شاء الله. إن شاء الله، ومثل ما نتمنى إن شاء الله بإذن الله وجهود كل أهل الكويت في إنجاح هذه العرس الخليجي صح التعبير، أتمنى إن شاء الله يا رب أن يوفق أيضا منتخبنا في هذه الدورة إن شاء الله. بسمكم شاء الكرام الشكر والتقدير لكابتن حامد طبعا شيباني رئيس اللجنة الفنية بخليج 23 عضو اتحاد الكويت لكرة القدم، والظاهر عندك كلمة تود. والله أنا بحب أشكر رئيس اتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف ونابه الشيخ فواز مشعل الجراح وإخواني الأعضاء مجلس الإدارة كلهم لهم تكليفي في هذه المهمة وثقتهم الغالية فيني للأمانة، أنا واحد من الناس يعني ثقتهم حملتني جهد كبير في هذه البطولة، وإن شاء الله أن نقدر نبيض وجيههم قدام العالم ونكون قد المسؤولية. أما الرسالة الثانية يعني وجهها شكر لإخواننا اللجنة المنظمة العليا، للأمانة قايمين بدور كبير وجبار خاصة في استاد جابر في ملعب نادي الكويت، للأمانة التنظيم من أروع ما يكون، فنتمنى الأمور تكون من أفضل لأفضل، وعنوان برنامجنا يعني خير دليل للأمانة أهل الدار، الصراحة هم أهل الدار أخوان إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة والعافية مشاء الكرم، بسمكم شكر التقدير ضيفنا الكريم حامد الشيباني رئيس اللجنة الفنية بخليج 23 عضو اتحاد الكويتي لكرة القدم، بارك الله فيك يا مشكورين وسامحونا على قصوري، بارك الله فيك. شكرا مشاء الكرم، مستمرين معاكم في تغطيتنا استعداد الافتتاح غدا إن شاء الله بإذن الله. عبد الله بن حارب الحبسي هو أسطورة الكرة العربية، اجتهد ليصل للعالمية عبر البوابات الإنجليزية. علي الحبسي حارس مرمى عماني، ولد في 30 ديسمبر عام 1981، وبدأ ممارسة هوايته في عام 1997 مع نادي النصر العماني تحديدا في فريق الشباب،
قبل أن يتعاقد مع نادي المضيبي في موسم 1998-99. على الصعيد الدولي وتحديداً مشواره مع المنتخب العماني، تم استدعاء الحبسي لتمثيل منتخب بلاده لأول مرة في عام 2002، وبعد مرور أقل من عام شارك علي الحبسي أساسياً في كأس الخليج 16 في الكويت في عام 2003، حيث حقق جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. وفي عام 2004 شارك الحبسي في بطولة خليج 17 في دولة قطر ليحقق أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. وشارك في العام ذاته في بطولة كأس آسيا حيث قدم مستويات مميزة، لكن لسوء الحظ أوقعت القرعة المنتخب العماني بجانب الياباني والإيراني. وفي عام 2007 في بطولة خليج 18 ساهم علي الحبسي لإيصال منتخب بلاده لتحقيق المركز الثاني بعد هزيمتهم من صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي بهدف نظيف. وفي هذه النسخة عاد الحبسي ليحقق جائزته المفضلة كأفضل حارس مرمى. وفي عام 2009 في بطولة كأس الخليج التي أقيمت في سلطنة عمان حقق علي الحبسي اللقب بعد طول انتظار، وكان الاسم الأبرز آنذاك، حيث لعب المنتخب العماني 5 مباريات حافظ فيهم الحبسي على نظافة شباكه ليحقق جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الرابعة على التوالي. لمع اسم الحبسي عالمياً بعد أن حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع نادي ويغن أثليتيك الإنجليزي في عام 2013. ومثل الحبسي العديد من الأندية العالمية، بداية مع لين أوسلو النرويجي وصولاً إلى بولتون، برايتون، ويغن وريدينغ في إنجلترا. الأسطورة العمانية علي الحبسي دخل قلوب عشاق المستديرة بأخلاقه العالية قبل مهارته وبروحه الرياضية قبل شهرته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ولازلنا متواصلين معاكم في برنامجكم أهل الدار. الفقرة الثانية إن شاء الله راح تكون معاكم الآن. طبعا أكيد كل الشكر لأستاذنا محمد المسند اللي كان متواجد معاكم في البداية.
أكيد خليجي 23 واستضافة جميلة أكيد لهذه البطولة، وإن شاء الله أكيد كل اللي يستمتع في أجواء البطولة وأجواء المنافسات إن شاء الله ما بين المنتخبات. وأكيد بالبداية أمسي على زميلتي أماني، حياك الله أماني ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور خالد، ومسي عليكم بالخير مشاهدينا وأكيد سعداء بهذا الحدث الجميل والعرس الرياضي من خلال بطولة خليجي طبعا 23 باستضافة كوكبة جميلة من الفرق الخليجية ووجودهم عندنا في أرض السلام ديرتنا الكويت الحبيبة، ونهلي ونرحب بكل ضيوفنا اللي نورونا، وإن شاء الله غدا انطلاقة جميلة أكيد وبداية أجمل من خلال افتتاحية بطولة كأس الخليج 23 بوجود هذا الحدث الرائع والفرق الجميلة. واليوم آخر يوم للتدريبات أكيد المنتخب الأزرق، عسى الله يوفقهم يا رب إن شاء الله في لقاء غدا أكيد مع المنتخب السعودي. أكيد أتمنى لهم كل التوفيق منتخبنا إن شاء الله، استعداداتهم لمواجهة الأولى والافتتاحية في بطولة خليجي 23 أمام المنتخب السعودي، وإحنا الله الحمد يعني إحنا ثالث بطولة الآن أكيد. تقام على أرض الكويت الكويت الحبيبة بالضبط. يعني البطولة الأولى أقيمت في 2000 وفي البطولة خليجي 4 وخليجي ثلاثة وخليجي العاشرة والبطولة الخليجية 16 والرابعة في خليجي 23 بالضبط. طبعا يعني خلينا نقول نعم. شوي المقابلة أو اللقاء ما بين المنتخب السعودي والكويتي راح يكون شوي أكيد المدرب السربي بوريس بونياك أمامه يمكن صراع شرس شوي من خلال وجود 6 طبعا مدربين أوروبيين وأيضا مدرب وطني عراقي وآخر أثيوبي من منتخب اليمن، فخلينا نقول شوي يعني اللقاء ما راح يكون سهل، ولكن إحنا من خلال وجودنا في أرضية الملعب وتشجيع الأزرق أكيد راح نعطيهم الحافز الأكبر لأن الجمهور يؤثر خالد نعم. تأثير كبير بالنسبة للاعبين، فنبي نحفزهم أكثر وأكثر، ورجال الأزرق أكيد قدها وقدود إن شاء الله من خلال الإصرار والعزيمة وبروح الفريق الواحد. أكيد طبعا أبناء الكويت راح يكونون جاهزين إن شاء الله للمواجهة، وإحنا بما أن نتكلم عن المباريات ونتكلم عن أجواء البطولة أكيد يعني معنا ضيف أكيد. ضيف شارك في هذه البطولة، ضيف حقق أكيد بطولة خليجي 10 مع المنتخب الكويتي، سجل هدف أمام المنتخب القطري المباراة اللي فاز فيها منتخب الكويت على المنتخب القطري وأعلن حصوله على بطولة خليجي 10. أكيد باسمكم نرحب بضيفنا النجم الدولي السابق ونجم نادي القادسية الكابتن راشد بدي، حياك الله أبو سالم، سعيد بتواجدك معنا. الله يحييك، أنا أسعد أخوي أبو معاذ، يعني حقيقة أنا شاكر لكم هذه الاستضافة، ويعني أنت عارف دورة الخليج هي أهم بالنسبة لنا كخليجيين، هي أهم بطولة، أهم من كأس آسيا، مع أن كأس آسيا بطولة قارية وبطولة يعني على مستوى القارة الآسيوية، لكن بالفعل خليجي 23 خلنا نقول هي إن شاء الله تكون فيها المتعة وإن شاء الله يعني يستمتع الجماهير فيها بإذن الله. كابتن راشد خلنا نتكلم، أكيد يعني كانت لك لمسات جميلة وأيضا مشاركات أجمل وما ننسى أكيد وجودك، فخلنا نتكلم أيضا عن مشاركاتك قبل وأحداث خليجي طبعا اللي فات، ونبي نعرف الاختلاف يعني من خلال خبرتك أكيد. شو أنا شاركت في دورة الخليج الثامنة والعاشرة بالضبط، واثنينهم حصلنا عليهم صحيح. طبعا الثامنة كان يعني نجوم كبار كانوا متواجدين، عشان شيء ما كانت لنا الفرصة أن صحيح. نلعب أو نشارك مع الفريق، لكن العاشرة شاركنا بشكل فعلي داخل الملعب. أعتقد أن بطولات الخليج يعني تختلف، قصدك الاختلاف الفني يعني الاختلاف الفني يعني كانت أيام يعني من الدورة الأولى للثالثة كان التنافس بين المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي. بعدها بالدورة الرابعة ابتعد الفريق السعودي بشكل كبير ودخل الفريق العراقي منافسة شرسة مع المنتخب الكويت. عاد الفريق السعودي بالدورة الخامسة لكن يعني حصل المركز الثالث، وبعدها بدأ يعني التنافس من الدورة الأولى إلى الدورة العاشرة كبطل هو كان بين الكويت والعراق نعم. بعدين دش قطر بعد 11 ويعني بس يعني فنياً
دورة الخليج ساهمت في ارتفاع المستوى العام. بالضبط. يعني الاهتمام اللي علشان توصل وتاخذ تكون بطل الخليج كان فيه اهتمام منقطع النظير بالنسبة للفرق الخليجية، يعني أدت ثمارها إن تطور الفرق الخليجية بشكل كبير. وأولهم كان الكويت عن طريق كأس الخليج، وصلنا خذينا بطل آسيا كأول فريق نعم. آسيوي، كذلك وصلنا أولمبياد موسكو نعم. بعدها على طول وصلنا كأس العالم نعم. صدقني أبو معاذ هذا كله أتى عن طريق الاهتمام الكبير في دورات الخليج وارتفاع المستوى بشكل عام. بالضبط. نعم أكيد. طبعا نتكلم عن مشاركاتك في البطولة، احنا يمكن بطولة الخليج فعلا هي يعني ساعدت في ارتفاع مستوى المنتخبات الخليجية، يعني في مشاركاتها في منافساتها في بطولات آسيوية في وصولهم إلى كأس العالم، لكن أنا ودي أتكلم عن المشاركات الفعلية لراشد بديع في بطولات كأس الخليج. شوف أبو معاذ، يعني إذا تبيها مشاركة من ناحية فنية أو من ناحية دخول كل بيت. نعم. يعني أمانة أنا أقول لك اليوم لما أتكلم عن اللاعب الكويتي، إحنا كلاعبين سابقين نقبض هؤلاء اللاعبين المتواجدين حاليا، ليش؟ لأن بالفعل ودنا إحنا اللي نلعب. اليوم طبعا مو بس هي مو مقتصرة على المنتخب الكويتي، هي على كل اللاعبين. الكل اليوم كل بيت خليجي راح تدش البيت انت عندهم وتقعد لك ساعة ونص تلعب كرة وتمشي. الكل يتابع أبو معاذ، الكل يتابع، فبالتالي هذه تعطيك أمور كثيرة، يعني الشهرة، يعني وهذه أحد أكبر الأسباب لالتحاق كل لاعب إنه يكون لاعب هي الشهرة وتحقيق أمور كثيرة يعني وبشكل كبير. لكن من ناحية فنية، طبعا من ناحية فنية هو ارتقاء كبير بالمستوى، يعني أنت تصعد صعود كبير. نعم. تقفز، خلنا نقول تقفز في مراحل أنك توصل إلى مستوى عالي من ناحية الفنية. أينا. لأنك تحتك مع لاعبين أفضل مدربين على مستوى العالم كان. نعم. يعني خلنا نقول الدورة هذه شوي يعني فيهم أعتقد مدرب منتخب الإمارات، زكروني مدرب الإيطالي. نعم. فالأمر فنيا أنت نعم. تستفيد بشكل كبير. بالضبط. نعم. بالضبط ممتاز كابتن راشد. أيضا لو بنتكلم شوية عن بطولة خليجي 23، ما شاء الله تكلمنا عن 6 مدربين أوروبيين وأيضا مدرب وطني عراقي وآخر أثيوبي من أكيد المنتخب اليمني. فكل هالمدربين ثم المدربين يحظون بفرصة في أنهم يمسكون هذه المهام في هذه البطولة، فشنو رأيك يعني في هذه البطولة، خصوصا هل راح تكون إن شاء الله يعني الحظوظ متساوية في هذه البطولة؟ أنا أعتقد اللي هو الحظ الأوفر والكبير راح يكون من نصيب المنتخب الإماراتي. ليش؟ لأن المنتخب الإماراتي يعد إعداد مميز، كذلك اللاعبين نفسهم نفس اللاعبين والكوكبة النجوم اللي هم يعني خلينا نقول عموري ورفاقه. نعم. لاعبين مميزين كذلك هم حققوا، يعني صحيح هم ابتعدوا عن كأس العالم يعني ما وصلوا، لكن بنفس الوقت كانوا يعني فريق قوي قبل البطولة السابقة، أعتقد هم أبطال نعم. الخليج نعم. أبطال خليجي 21 وبالتالي يعني فريق الإماراتي هو الحظ الأوفر، لكن الفريق السعودي ليش أنا يعني استبعدت الفريق السعودي؟ لأن الفريق السعودي ما يعني عنده تفكير ثاني وعنده طموح آخر مع كأس العالم. اليوم تكلم عن الفريق السعودي شهر 6 راح يكون في بطولة في موسكو في كأس العالم، فبالتالي أنا أعتقد طبعا الفريق القطري لا يمكن استبعاده. نعم. فريق القطري لا يمكن استبعاده، لأن الفريق القطري عندهم دوري قوي وعندهم لاعبين مميزين حقيقة. فبالتالي أعتقد المنتخب الكويتي هو بطل، يعني صحيح راح تكون تأثير السنتين اللي وقفناها تأثير كبير على المستوى العام،
المستوى الفني، لكن أنا أعتقد أن طول عمره الفريق الكويتي يكون منافس. فإن شاء الله يعني إذا لأن الوقت قصير يعني بشكل كبير قصير للاستعداد. نعم. خصوصا صرح المدرب الصربي بوريس بونياك انه بالفعل من بعد الايقاف لمده سنتين، وايضا ما شاء الله يعني استضافتنا لبطوله خليجي 23 الاستعداد وقت الاستعداد جدا قصير، فالمهمه ما راح تكون شوي سهله. هي المشكله مو بس يعني احنا ما شاركنا على مستوى المنتخب، لا، المشكله الاكبر انا اعتقد هي عدم مشاركه الفرق الكويتيه في المحافل يعني مثل كأس الاتحاد الاسيوي، دوري ابطال اسيا، بطولات الخليج، الانديه، بطولات يعني العرب، يعني هذه ابو معاذ ترى تاثر تاثير كبير. صحيح. ما تعطي حتى مجال للتطور. انا اعتقد انه يعني الوضع العام يعني خلنا نقول انه نكون متواجدين في المربع الذهبي ان شاء الله. نعم. انا ودي اخذك لخليج 10. نعم. خليجي 10 تلعبت وشاركت مع الفريق في ذاك الوقت، كان مدرب لويس فيليب سولاري البرازيلي، سجلت هدف أمام المنتخب القطري. نعم. ومن خلال هذه المباراة أعلن منتخب الكويت هو بطل خليجي 10. نعم. تكلم عن هالبطولة. والله شوف يعني أنا المباراة هذه لا يمكن تغيب عن بالي، خصوصا أن هذه المباراة يعني عطتنا كأس الخليج 10. نعم. طبعا يعني لا يمكن أنسى دور إخواني اللاعبين. نعم. اللي كانوا متواجدين حقيقة، يعني الكل أدى وعطى، يعني ما هي متوقفة على علي أنا ولا على كابتن محمد إبراهيم لأنه هو اللي سجل الهدف الثاني، لكن بالفعل كان في عزيمة وإصرار أن ناخذ الكأس. طبعا أبو معاذ ما في شيء اسمه أنا أبي أخذ الكأس أخذ. صحيح. لازم محمد تطور نفسك فنيا، يعني لا يمكن أن تقول بالروح العالية ممكن نفوز. نعم. بالروح العالية ممكن تعطيك 30-25%، لكن المستوى الفني مطلوب منك فوق 60-70. فأنا أعتقد المستوى العام لبطولة خليجي 10، خصوصا خليجي 10 يعني فريق الإماراتي. نعم. متأهل إلى كأس العالم. نعم. فريق السعودي لم يشارك. نعم. فريق العراقي كان فريق قوي جدا لكن انسحب وبعد الأحداث اللي حصلت. فريق القطري وهذه أول بطولة كان ينافس عليها الفريق. نعم. القطري أبو معاذ المباراة الأخيرة اللي جمعتنا مع الفريق القطري كنا يعني أنا لي 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 يعني. نعم. لي صداقات كبيرة مع. نعم. الفريق القطري بذاك الوقت، عادل الخميس، الله يلعن الشيطان نسيته والله، لاعب هو صديقي يعني بس مشكلة حد نسيته شلون كذي. ف يعني كانوا موعدينهم ان بيعطونهم وكانت في فرحة بالنسبة لقطر، فدخلنا عليهم والحمد لله الله وفقنا. وطبعا هي ما راحت حق بعيد، كلنا اشقاء واخوان وما في فرق بين اي خليجي خلنا نقول. نعم. المنتخب القطري صراحة مميز يعني في ذيك الفترة كان يضم نجوم كبار، منصور مفتاح، محمد. نعم. دهام، خالد سلمان، نجوم يعني على مستوى عالي، وهو على فكرة ترى نافس في البطولة الخليج السابعة في عمان. نعم. نعم. حصل عليها المنتخب العراقي اللي نعم. هي الضربات الجزاء. نعم. ضربات ترجيح يعني. صحيح. ممتاز ممتاز حلو. لو بنرد شوي وياك ونسترجع الذاكرة يمكن والذكريات الجميلة كابتن راشد، أكثر مباراة أثرت فيك، خلنا نتكلم سواء كانت بخليجي 10 أو مباراة لا زالت يعني ببالك. والله شوفي خليجي 10 كانت مباراتنا ضد العراق قبل. أيه. الانسحاب. نعم. كنا متقدمين ب1-0. نعم. وكانت مباراة يعني تعطينا البطولة يعني، وكل الأوضاع وقراءة الملعب تدل أن المباراة رايحة للمنتخب الكويتي. خلال 10 دقائق أخيرة تغيرت كل المباراة. صحيح. والحمد لله أن طلعنا تعادل. نعم. 1-1. يعني ضيعوا أهداف محققة. طبعا كان الفريق العراقي فريق مرعب، كان ليث وكان سعد قيس. نعم. وكان أحمد راضي وعدنان درجال راضي. فريق. نعم. متكامل من هاشم. يعني ناطق هاشم بالفعل يعني فريق متكامل، لكن الحمد لله يعني قدرنا نكون احنا متفوقين وهو اللي عادل المباراة بهدف من نيران صديقة يعني. نعم صحيح. نعم.
تمنياتك المنتخب الكويت باكر في انطلاقة خليجي 23 أمام منتخب السعودية؟ والله شوف معاذ، هي الخطوة الأولى أصعب خطوة، يعني دائما الخطوة الأولى هي أصعب خطوة. واليوم احنا نتكلم، احنا نلعب مع فريق عملاق، عملاق آسيا، ثلاث نعم. ثلاث كؤوس آسيا، نعم، متأهل الآن إلى كأس العالم روسيا. حقيقة هو الفريق السعودي مهما كان راح يكون بشخصية البطل، خصوصا ان الفريق السعودي لما يكون، لا يمكن انك تستبعده من الترشيحات، لكن اكيد راح يكون، يعني الفريق السعودي عنده تاريخ في كرة بالضبط. القدم بالضبط. فلا يمكن ان نقول عنه فريق لا والله اعداده قصير او فريق الصف الثاني ناشئ او الصف الثاني، لا لا، الفريق السعودي يمتلك شخصية البطل. فانا اعتقد وهذا شيء من صالحنا انك تلعب مع فريق قوي على أساس أنك تغلب عليه، حتى إذا تغلبت عليه يكون وضعك أفضل، يعطيك باور حق المباراة القادمة. لكن دائما تكون أول خطوة هي أهم خطوة. صحيح، أتمنى التوفيق أكيد لكل المنتخبات، وهذه دعوة جميلة أيضا نعم. خالد صحيح. من خلال برنامجنا بأن الكل يتوجه إن شاء الله للافتتاحية غدا، نبي نشجع أكيد لاعبينا وأيضا لاعبين والمنتخبات اللي موجودة، نبي التشجيع أكثر، نبي الملعب ينترس، ما نبي مكان واحد استفاضي، ما نبي، نبي الكل إن شاء الله يحضر ويكون متواجد هناك نعم. الكل إن شاء الله راح يكون متواجد، الكل راح يدعم منتخبنا في هذه المواجهة. كل التوفيق أكيد للاعبين الأزرق. إحنا طبعا نشكر ضيفنا تواجد معنا طبعا اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي القادسيه كابتن راشد، شكرا لك. الله يسلمك يا ابو معاذ. اكيد متواصلين معاكم في اهل الدار، فاصل وراجعين لكم. انا كويتي، انا كولومبان وعزومي قويه، انا كولومبان، انا كولومبان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اكيد برنامجكم اهل الدار مستمرين في استضافه ضيوف اعزاء متواجدين في بطوله الخليج 23. ارحب باسمكم مشاهدينا الكرام بالزميل الاعلامي سالم بن ربيع الغيلاني، رئيس تحرير صحيفه توفا الالكترونيه. حياك الله زميل سالم، سعيد بتواجدك معنا في برنامج اهل الدار. وأنا أيضاً سعيد بتواجدي في هذا البرنامج المتميز، وود أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم التهاني للشعب الكويتي والقيادته الحكيمة على بمناسبة رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، وأيضاً بمناسبة احتضان هذه البطولة التي تحمل دائماً دفء المشاعر.
الله يسلمك اخوي سالم، اكيد احنا نهلي ونرحب فيكم وسعداء ايضا بوجودكم بديرتكم الثانيه الكويت. فودي اعرف من وجهه نظرك، اكيد الفرحه فرحتين بوجودكم ويانا، كيف ترى الضيافه في خليج 23؟ دائما الضيافه في بطولات الخليج تتميز مثل ما ذكرت بالدفء والمحبه، ودائما المضيف يكون على قدر المستضافين يعني، ودائما نجد الترحاب ونجد المحبة ونجد كل ما يمكن أن يقدم لأي ضيف ويزيد عن ذلك. نحن في بلدنا طبعا، نعم. الكويت البلد الثاني لكل خليجي، عندما نكون في أي دولة من دول الخليج نشعر أننا لم نغادر دولنا، لم نغادر عمان، بل انتقلنا من مدينة إلى أخرى. أكيد هذه بلدكم، وإحنا أكيد نرحب فيكم في الكويت، أنتم أهل الدار، ونتمنى إن شاء الله لكم طيب الإقامة خلال طوال فترة البطولة. زميلي سالم، خلينا نتكلم عن يعني مشاركة المنتخب العماني في هذه البطولة. والله مشاركة المنتخب العماني في هذه البطولة تعتبر حتى للعمانيين غير واضحة المعالم، على اعتبار أن المنتخب تم تجديده يعني، وضيفت له الكثير من العناصر التي لم يسبق لها المشاركة في بطولة الخليج، والعناصر التي سبق لها المشاركة مشاركتها متواضعة باستثناء اسم أو ثلاث أسماء شاركوا في بطولات سابقة. الكل ينتظر هذه البطولة لكي يعرف ما يمكن أن يقدمه المنتخب العماني، خصوصا أنه المباريات التي لعبها الرسمية التي لعبها سابقا مع منتخبات عارف. خلينا نتكلم عن هذا الجانب، خصوصا اهتمامكم في الجانب الرياضي بالصحف الرياضية. أنا لا أعتقد توجد بطولة. سلام، احنا في بلد يعني في منطقة الخليج كلنا اخوان واحبة، واكيد نستمتع في التواجد للزملاء في يعني الوسط الاعلامي او حتى الجماهير اللي راح تحضر ان شاء الله لمؤازرة منتخباتها. خلينا نتكلم عن البطولة، نتكلم عن المنتخبات، رأيك في المنتخبات المشاركة وحظوظ هذه المنتخبات. شوف، إذا بنتكلم عن المنتخبات المشاركة، نعتقد هي هناك المنتخبين أو ثلاثة بالكثير التي نستطيع أن نقول هناك ملامح بطل يعني على مستوى التشكيل لهذه المنتخبات، لأنه أغلب المنتخبات أما جديدة أو لم تستعد لهذه البطولة بشكل جيد. وعندما نتحدث عن المنتخب السعودي أتى بالفريق الرديف. منتخب الكويت الجميع يعلم أنه تم تجميعه بعد رفع الإيقاف وهي فترة قصيرة جدا لا تسمح بتكوين منتخب قوي أو متجانس، رغم أن الكويت دائما يتخطى الكثير من القواعد المنطقية فيما يتعلق بمشاركته في بطولات الخليج. عندما نتحدث عن منتخب السلطنة هو منتخب شاب، منتخب البحرين أيضا لفترة طويلة لا نعرف عنه شيئا منذ خروجه من البطولة، منذ مشاركته في البطولة الآسيوية لتصفيات كأس العالم. لكن نستطيع أن نقول أن المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري هي منتخبات استعدت جيدا ولديها أسماء جيدة وتستطيع أن تنافس وتمتلك خبرة المنافسة مقارنة مع بقية المنتخبات، ونضيف إليها المنتخب العراقي. طبعا أنا في هذا الترشيح أستثني منتخب الكويت المستضيف، لأنه منتخب الكويت عودنا بالمفاجآت، شاهدنا في اليمن أتى
بعيدا عن كل الترشيحات ثم استطاع أن يخطف البطولة. لذلك الكويت دائما الاستثناء في هذه البطولة، ولكن حسب رأيي أن هذه البطولة على المستوى الفني ستكون من أضعف البطولات على المستوى الفني، عطفا على الكثير من الأمور التي حدثت. البطولة تم الإعلان عنها قبل أسابيع قليلة بالطبع. المنتخبات استعدت فترة أسبوعين، والآن هي هنا في الكويت لكي تتنافس. نعم، بظل هذه الظروف يمكن الاستعدادات هنقول شوي سريعة كانت، فبرأيك أخوي سالم من وجهة نظرك هل ممكن تكون الفرص متساوية أو الحظوظ في بطولة خليجي 23 بالنسبة للفرق؟ هي الحظوظ رايح تحددها الجولات الأولى. أي نعم، دائما مسار مسار الفرق الخليجية هي تحدد من الجولة الأولى، والجولة الأولى هي التي ممكن أن تصنع لنا بطل أو تصنع لنا خاسر. دائما المباراة الأولى هي الدافع للمواصلة. أول ثلاث نقاط يعني أنت أمامك مباراتين، تكسب نقطة وثلاث نقاط أخرى تجد نفسك في منتصف في نصف النهائي. لذلك من الصعب التحديد، من الصعب التحدث. نحن شاهدنا المنتخب السعودي يأتي من كأس العالم ويخسر البطولة وهو كان الفريق الأفضل على المستوى الآسيوي. شاهدنا الكثير من المنتخبات القوية تأتي بطموحات عالية وتتكسر أشرعتها في هذه البطولة. مقاييس بطولة الخليج مختلفة، لذلك الحديث عن الحظوظ قبل مشاهدة المنتخبات على أرض الملعب هو استباق للواقع وللحقائق. علينا أن نشاهد هذه الفرق، لكن على الورق ورقيا أنا ذكرت لك أن المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري وربما المنتخب العراقي هي حظوظها أفضل من بقية المنتخبات. بالضبط كتوقعات. نعم طبعا، إحنا نعلم في بطولات الخليج هناك زخم إعلامي، هناك مشاركات لوفود إعلامية كبيرة على مستوى هذه البطولة. إحنا يمكن اليوم في الكويت يعني أعداد كبيرة من الصحفيين الرياضيين والإعلام الرياضي. إحنا ودنا نتكلم عن هذا الزخم لهذه البطولة. هذا الزخم طبيعي، هذه بطولة يعني تشكل هي شكلت تاريخ نعم. الكروي الخليجي. أيوة. لا يوجد خليجي لم يعش لحظات فرح وحزن ولحظات توتر وقلق بسبب هذه البطولة. نحن نعتبر بطولة الخليج هي كأس عالم. عندما يخسر أي منتخب من منتخباتنا أو يخرج من البطولات على مستوى إقليمي نعم. لا تجد هناك الشعور انكسار نعم. بين الجماهير بالقدر الذي يحصل عندما يخسر منتخب من المنتخبات التي تأمل الجماهير وتتوقع الجماهير أن يقدم الكثير في هذه البطولات. لذلك هذه بطولتنا، بطولة الخليج بطولتنا، هذه بطولة الخليج لم تأتينا من أي مكان آخر، نحن صنعنا هذه البطولة، صنعها قادتنا وغرسوها في أنفسنا تجري في دماء كل خليجي. لذلك هناك حزن كبير عندما تحدثنا عن إمكانية أو هناك إمكانية إلغاء هذه البطولة أو تأجيل هذه البطولة أو تفكك هذه البطولة. لا أحد يريد لبطولة الخليج أن تنتهي، وجميع المحاولات التي سعت إلى تهميش هذه البطولة أو إلى ركن هذه البطولة والتقليل من شأنها باءت بالفشل. هناك الكثير من الرياضيين والإعلاميين الكبار الذين تحدثوا عن هذه البطولة وسموها بمسميات مختلفة، ولكن ظلت هذه البطولة تحمل زخمها. الدليل على ذلك قيمة الرعاية. نعم. رعاية هذه القيمة عالية لها، يعني عندما نتحدث عن بطولة غير معترف بها على مستوى الدولي هي بطولة ودية وتحمل هذه القيمة التسويقية، فنحن نتحدث عن أمر مختلف للغاية. أكيد أكيد بالضبط. فما نبي نتكلم نتطرق للسلبيات كثر ما نبي الإيجابيات، وإحنا محتاجين للإيجابيات والتفاؤل والأمل إن شاء الله في هذه البطولة خليجي 23. فودي أتكلم معك أخوي سالم عن المميز، أو ما هو المميز في بطولة خليجي 23 من وجهة نظرك؟ أكثر ما يميز هذه البطولة أن دولة الكويت تحتضنها. الله يسلمك. أن الأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أبو الجميل أبو الحكمة وأبو الإنسانية هو من يرعى هذه البطولة. هذه ميزة، لولا احتضان دولة الكويت لهذه البطولة كانت يمكن أن تكون في مهب الريح. لذلك هذه من أهم مميزات هذه البطولة، وسنرى خلال الأيام القادمة ما يمكن أن يحدث. ولكن هذه الميزة، لا توجد ميزة أعلى من هذه الميزة أنا أعتقد، لأنه بطولة الخليج لولا الكويت لما قامت، ونحن جميعنا يعلم ذلك.
أكيد أكيد أكيد. يعني اليوم إحنا نسعد وأكيد نفرح أن دولتنا الحبيبة أرض الصداقة والسلام تستضيف خليجي 23. أكيد راح يكون هناك تواجد للأخوة الخليجيين في هذه البطولة، وأكيد يعني اللحمة الخليجية والتواجد الأشقاء في بلدنا الحبيبة أكيد راح يعطي طعم آخر بالنسبة للأخوة الخليجيين. هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، وجميعنا يحلم ويتمنى أن نرى تلك الروح التي كنا نراها في الكثير من المباراة أن تعود. والأمل يحدو الجميع أن الكويت التي طالما جمعت قلوب أن تستطيع أن تعيد ما تصدع يعني أو ترأب الصدع الذي حدث خلال الفترة القادمة، والذي نتمنى أن يتلاشى، أن الجميع يتمنى أن تعود الروح التي كانت تسيطر على هذه البطولة، الروح التي تسيطر على هذه المنطقة. الكل الآن يتمسك بالكويت وبأمير الكويت لكي يقود هذه السفينة إلى بر الأمان، وهو ما نتوقعه أن أمير الحكمة لن يخذل طموحات الجماهير وطموحات شعب هذه المنطقة. أكيد. نبي رسالة على السريع توجهها قبل لا نختم معك أخوي سالم للمنتخبات المشاركة وبالذات للمنتخب العماني. والله نأمل أن المنتخب العماني يغير الصورة التي تشكلت في أذهان الجماهير من خلال المباريات التجريبية والمباريات الرسمية التي تخاضها خلال الفترة القادمة. أنا عندي ثقة كاملة أن العناصر التي يتضمنها المنتخب الحالي هي عناصر متميزة، لذلك عليها أن تثق بإمكانياتها وقدراتها، وهذا هو الطريق الوحيد الذي سيقود هذا الفريق لتحقيق مفاجآت مدوية في هذه البطولة. أنا يعني دائماً عندما أسأل عن المنتخب أقول أن المنتخب قادر أن يتخطى هذه المجموعة، وبعد ذلك سيكون لكل حدث حديث بإذن الله. طبعاً أنا قبل أختم معاك، أنا يمكن لما جلسنا قبل الهواء سألتك عن مسمى صحيفة توفا الإلكترونية، قلت لك ماذا تعني كلمة توفا، وأنت ذكرت هذه المعلومة. أنا ودي أن حتى يعني السادة المشاهدين حتى أكيد. أماني تعرف معنى هذه المعلومة. أي والله توفا هي الكرة. أي نعم. عندنا إحنا اللهجة العمانية. أيوة. دائما يصفوا كرة القدم توفا. لما كنا توفة صغار أيوة. وين راح سالم وين راح رايحين لعبوا توفا. ما حد جننهم ولا حد بيضيع لكم مستقبلكم الا التوفه، فهي التوفه كره القدم. يعني هو حتى هذا الاسم مثار تساؤل حتى عندنا في السلطنه، لان الاجيال الحاليه لا تعرف معنى توفه، هي تعودت على كره القدم. البعض ينتقد والبعض سعيد، طبعا الاجيال السابقه كانت سعيده بالاسم، ولكن انا اعتقد انه احنا الاسم هو ابن البيئه، عندما يكون الاسم ابن البيئه يرسخ أشياء كثيرة، وهذا ما تسعى إليه هذه الصحيفة. ممتاز. أشكرك طبعا زميلي خالد على هالمعلومة اللي استفدت والله استفدتها من زميلنا سالم، يعني عن معلومة توفا الواحد يضيفها أكيد لي معلوماته، فشيء وايد حلو. نشكرك على وجودك ويانا أكيد، وإحنا سعداء ولنا الشرف أكيد باستضافتكم وجودكم ويانا في خليجي 23، وكل التوفيق للمنتخب العماني وباقي المنتخبات إن شاء الله. نعم أكيد. كل الشكر للزميل الإعلامي سالم بن ربيع الغيلاني، رئيس تحرير صحيفة توفا الإلكترونية من سلطنة عمان الشقيقة. نقول لكم مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم في الكويت، وإن شاء الله تستمتعون بإذن الله في بلدكم الثانية. يعطيكم العافية. الله يخليك. شكرا لك. حياكم الله. الله يعافيك. بكذي وصلنا للختام خالد، وإحنا نريد نذكر أكيد أن إحنا متواجدين معكم أكيد ومستعدين وأول بول لتغطية هذا الحدث الرياضي الجميل، العرس الكروي. راح نكون معكم يوميا إن شاء الله من الساعة 1 على الهواء مباشرة على قناة الكويت سبورت للساعة 2:30 ظهرا. تابعوا أجمل وأهم الأحداث لهذا الحدث الجميل، ولا تنسوا باكر ان شاء الله افتتاحيه استاد جابر وافتتاحيه بطوله خليجي 23. نبي الكل يستعد، نبي الكل يكون لابس ايضا ازرق، ونشجع ايضا جميع المنتخبات بروح الفريق الواحد. احنا اكيد يعني الكل راح يكون يعني متواجد اكيد في استاد جابر لمتابعه حفل الافتتاح ومتابعه اكيد المباراة منتخبنا أمام المنتخب السعودي. وأيضا إحنا في برنامج أهل الدار إن شاء الله راح نكون متواصلين معكم طوال أيام البطولة، يعني الساعة 1 الظهر أيام البطولة راح نكون متواجدين معكم. راح يكون فقرات كثيرة، لقاءات مع إعلاميين، مع ضيوف متواجدين في البطولة، تقارير أيضا من زملائنا في الإعداد. يعني راح يكون إن شاء الله برنامج
رياضي ومنوع إن شاء الله في قناة كويت سبورت. أكيد، ونريد نقول لكم أن الحضور الجماهيري في هذه البطولة مطلب أكيد يعني جدا كبير، خصوصا للأثر كبير في دعم اللاعبين وتحفيزهم أكثر وأكثر من خلال وجودكم ومن خلال وجود أيضا غدا خالد في أوبريت أيضا غنائي وفعاليات وأنشطة. كل هالفعاليات والأنشطة هذه راح إن شاء الله تبث وتنقل على تلفزيون الكويت وقنوات كويت سبورت، تابعونا أول بأول، ونبي الكل اللي حضر وخصوصا يتبع أكيد الإرشادات والتعليمات اللي تم إن شاء الله يمكن توزيعها وأيضا موجودة على قنواتنا. نعم. وزارة الإعلام نشكر أيضا، ما ننسى نشكر جهود وزارة الإعلام وأيضا معالي الوزير محمد الجبري على أيضا إشرافه الكامل على هذه البطولة واستعدادات وزارة الإعلام أول بأول لنقل هذا الحدث الرياضي. وأيضا أكيد لزاما علينا أيضا شكر جميع وزارات الدولة المساهمة في إظهار أكيد هذا الحفل وإظهار هذه البطولة بالصورة المشرفة عن دولة الكويت، دولتنا الحبيبة. وأيضا نشكر الاتحاد الكويتي على التنظيم وجميع الفرق المساعدة. نعم. سواء كانت وزارة الداخلية أو حتى الإدارة عمل الإطفاء وجميع الجهات والهيئات المشاركة لنجاح هذه البطولة. كل الشكر لمتابعتكم لنا، ومسكها ختام إن شاء الله، وأكيد راح نكون معكم ومن خلال قناة كويت سبورت في برامج أخرى راح تبث إن شاء الله لنقل وتغطية جميع أحداث هذه البطولة الجميلة. أشوفكم على خير، مع السلامة.